السلام عليكم. عقد اليوم بالعاصمة السويسرية جنيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن برعاية الأمم المتحدة، والذي ختم بتعهدات بلغت أكثر من مليار دولار قدمت من العديد من الدول المانحة لليمن بهدف تحقيق استجابة طارئة للوضع الإنساني الكارثي فيها. يمثل شبح المجاعة أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والأمم المتحدة مع دخول الحرب عامها الثالث، إذ أصبح 9 ملايين شخص من أصل 27 مليون نسمة بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة. وخلال فترة الحرب عانى اليمنيون إلى جانب معاناة الحرب من إعاقة وصول المواد الإغاثية إلى العديد من المناطق المتضررة كتعز والبيضاء وغيرها. أما المواد التي تصل إلى ميناء الحديدة فهي تخضع للابتزاز والنهب من قبل الإنقلابيين، بل وصل الأمر إلى أن الناس يشترون من التجار مواد إغاثية عليها علامات تشير إلى أنها مواد مجانية قدمت كدعم للمتضررين. وبالمقابل هناك الكثير ممن يتساءل عن المبالغ التي أعلنت اليوم في جنيف. ما الذي يضمن وصولها للمحتاجين؟ وما هي آلية التوزيع؟ هل ستتعرض لعمليات فساد كما هي العادة؟ أم أن هناك جديد هذه المرة؟ دعوات مجتمعية متكررة عن تشكيل رقابة اجتماعية على مشاريع المنظمات الدولية والمحلية التي تتلقى هذا الدعم نيابة عن الشعب اليمني. وما إذا كان يصرف بكفاءة وفاعلية في إنقاذ الشعب الذي يموت من الجوع؟ مشاهدينا الكرام، حول آليات وصول الدعم الإغاثي لليمنيين ومؤتمر الاستجابة الإنسانية بجنيف الذي عقد اليوم سوف تكون حلقتنا لهذا المساء. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. مؤتمر إغاثة اليمن، هل يحقق وصولا سريعا ونزيها؟ هذا السؤال الذي يتبادر إلى الذهن أثناء متابعة مجريات مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الذي حضرت فيه اللافتة الإنسانية للمأساة اليمنية المتفاقمة منذ الانقلاب والاجتياح. مؤتمر الاستجابة بين المدخلات والمخرجات، بين الأرقام التي تم إعلانها وبين المبلغ المطلوب والمرصود لخطة الاستجابة، يلقي بظلاله على سؤال الإغاثة في اليمن، وخصوصا فيما يتعلق بالوصول والتوزيع للمتضررين والحد من المجاعة في البلد المنكوب. وبحسب المعطيات الأولية فقد نجحت الأمم المتحدة في حصد نصف المبلغ المطلوب، حيث تمكنت من توفير مبلغ 1.1 مليار دولار من إجمالي المبلغ المطلوب، والمقدر ب2.1 مليار دولار سيذهب النصيب الأكبر منه لبرنامج الأغذية العالمي الذي حدد احتياجه ب1.2 مليار دولار. بعد عامين من انقلاب الميليشيا وسيطرتها على الدولة باتت اليمن تمثل الكارثة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم، وأصبحت موطن الجوع الأول في العالم، وذلك ما يعيد لليمنيين عقود الجوع التي عاشوها تحت حكم الأئمة قبل ثورة 26 من سبتمبر. تواجدت الحكومة اليمنية كشاهد ملك على ما يدور في أرجاء المؤتمر، وألقى رئيس الحكومة أحمد بن دغر كلمة دعا خلالها المانحين إلى الاستجابة لمطالب الأمم المتحدة في توفير تلك المبالغ، فيما لم يستمع العالم لأكثر من ذلك غير آبهين بالشكاوى المتكررة من نهب المساعدات وتوظيفها سياسيا من قبل الميليشيا. اليمن الأزمة المنسية كما أطلقت عليها الأمم المتحدة باعتبارها واقعة وسط صراع دولي وإقليمي، أو هذا ما تم تصويره خلال الأعوام الماضية من عمر الانقلاب. تبقى مسألة الإيفاء بالتعهدات المالية للدول المانحة هي التحدي الأكبر، خصوصا مع وجود تجربة سابقة تتعلق بعدم الاستجابة للنداءات الماضية، حيث لم يجمع في النداء السابق سوى 296 مليون دولار وهو ما مثل 14% من المبلغ المطلوب توفيره، وذلك ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع العديد من الضيوف. نبدأ حوارنا مع الأستاذة لينا الحسني، رئيسة مؤسسة أكون للحقوق من جنيف عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة لينا. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية، ما الذي يشكل مؤتمر الاستجابة بالنسبة لكم كمنظمات حقوقية؟ طبعا نحن نحول كثير على هذا المؤتمر المانحين المقام اليوم في جنيف، كون أنه يعني كنا نعول عليه، كون أنه يعني سيفي بالحاجات التي يحتاجها اليمنيين، هذا العدد الهائل من 12 أو 13 مليون بحسب التصريحات. كنا نعول بأنه سوف يفي بالاحتياجات، سوف تصل المعونات، سوف تصل كل
كل ما يعني ما يطلبه اليمنيين في هذا الوضع. نعم، إذن أستاذة لينا، يعني قلت أنكم تعولون كثيرا على هذا المؤتمر، هل الرقم الذي وصل إليه أكثر من مليار دولار معني بهذا التعويل؟ هو الرقم طبعا يبدو كبير انه مليار و200، لكن فقط دعنا نتساءل انه هل هذا المبلغ كله يعني بهذا الحجم او القدر الذي ننظر اليه يذهب الى المعنيين مباشره؟ طبعا هو لا يسلم للحكومه اليمنيه، هو يذهب الى عبر المنظمات الامم المتحده التي تعمل في هذا المجال، منظمات الاغاثه. الشيء المؤسف انه يمكن نقدر نقول اكثر من ربع المبلغ او يمكن اكثر يذهب كنفقات تشغيليه لهذه المنظمات. نعم. والباقي هو ما يذهب الى المحتاجين، اذا فينا نقول يعني. نعم، اذا لو سالنا عن ملف الاغاثه استاذه لينا، بين الارقام والواقع هل ممكن يعني ان يكون مؤتمر اليوم ان يكون هو الحل؟ لا اعتقد انه مؤتمر اليوم وهذا المبلغ فقط هو الحل، اذا كنا نتكلم عن فقط يعني المبلغ، وليس يعني ليس بالحل الكامل، هو حل مؤقت فقط لاجتياز هذه المرحلة. نعم، إذن تم الحديث عن يعني عن النقطة التي ذكرتيها، هل يعني ستصل المساعدة الإنسانية؟ ربما هذا ما أكد عليه يعني الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يعني كررها ربما ثلاثا، يعني هل ستصل؟ لابد أن تصل هذه المعونات. برأيك يعني هل يمكن أن تكسر القاعدة هذه المرة وتصل فعلا للمحتاجين؟ يعني ليس بجديد يعني أن تطالب الأمم المتحدة بدعم لأجل اليمنيين، ولكن في كثير من الحالات لم تصل هذه المعونات فعلا للمعنيين، لجزء منهم إن صح لي القول. طبعا هو الأمين العام وكرر هذه الجملة والعبارة، وكررها أيضا سفراء الدول ووزراء الخارجية، أنه يجب أن تصل هذه المعونات إلى المناطق المحددة، وتكلم عن أنه يجب أن تصل بعدالة لجميع المناطق. طبعا في المرات السابقة لم تصل بعدالة، ولم تصل إطلاقا إلى بعض المناطق، فهذا يعتمد أيضا وصولها على آلية عمل المنظمات. الأمم المتحدة نفسها تعتمد أيضا على من هم شركائها على الأرض، ما هي الآليات التي يعملون بها، ومدى قبوله يعني قبول المنظمات أو قدرتها على العمل في مثلا في مكان سيطرة الميليشيات. لو تكلمنا عنهم أنه من هم المنظمات، ما هي آليات عملهم، كيف ما هي انتماءاتهم أيضا، لأن الآن ليست جميع المنظمات هي منظمات مستقلة، كانت منظمات لها توجهات، كانت كما نعلم سابقا تأخذ هذه المعونات التي تصل وتسلم إلى الإنقلابيين، فكانت كما عملية المتاجرة. نعم، إذن ما هو دوركم أنتم كمنظمات مجتمع مدني أهلية، يعني لا تتبع جهة شرعية ولا تتبع الأمم المتحدة، هل يمكن أن تكون أنتم شركاء محليين؟ طبعا نحن تخاطبنا مع المعنيين بهذا الأمر كثيرا، عدة منظمات، للأسف أنه هم أيضا مثلا المنظمات تحمل شروط يعني شروط معجزة للانضمام إليها أو لنكون فقط شركاء معهم، هم أيضا يعتمدون على شركاء سابقين. نعم. وشروط لا تستطيع أغلب المنظمات في ظل فترة الحرب وبعد الحرب يعني أن تفي بها، مش شروط يعني أنه مثل طلبات لازم المنظمة تكون لها رصيد كذا كذا من العمل، مبالغ مالية قدرها، فأعتقد أنهم أكتفوا فقط بالشركاء المحليين الموجودين معها، لم يفتحوا باب يعني باب الإشراك أكبر عدد من المنظمات، وهذا يعني شيء سيء بالنسبة للمنظمات التي لا تتبع أي جهات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك لينا الحسني، رئيسة مؤسسة أكول للحقوق، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ همدان العلي الصحفي من الرياض. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور، أهلا وسهلا. نعم، كيف تنظر أستاذ همدان إلى نتائج اليوم، مؤتمر اليوم خرج بتعهدات زادت عن مليار دولار؟ الحكومة تحدثت عن نجاح
يعني المؤتمر وعملية التبرع أو يعني تقديم المنح المالية لمساعدة أو لتحسين الوضع الإنساني في اليمن. لكن الملفت لي شخصيا هذه المرة هو الحراك الاجتماعي الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عبر الكثير من الناشطين من غير المهتمين بهذا الملف يعني عن مخاوفهم في ان يعني ان تذهب هذه او ان لا تصل هذه المساعدات لمن يستحقونها في الداخل، كما يعني شاب الغموض مصير المساعدات التي تم تكوينها خلال السنتين الماضيتين. نعم يعني ربما هذا التخوف استاذ همدان يعني عبر عنه ايضا الامين العام للامم المتحده بضروره وصول المساعدات. ما الذي سيجد هذه المره كي نقول انه فعلا ستصل المساعدات؟ الأمين العام عندما تحدث عن هذه الجزئية شخصيا أنا لم أسمع له، لكن أنا أعتقد أنه يتحدث عن العدالة وعن ضرورة وصولها لكل الأطراف أو كل المناطق، كونه يخاف أن طرف سياسي معين ربما يؤثر على توجه هذه المساعدات. لكن يعني هو بالفعل يؤثر أستاذ همدان، يعني هذه حقيقة لا نستطيع إنكارها ولا يستطيعون إنكارها. نعم لكن المسؤولية بدرجة أساسية على المنظمات التي تحمل هذه المساعدات، هي قادرة على أن تفرض رؤيتها المنحازة إلى الإنسان اليمني وليس إلى الأطراف السياسية. الإشكالية في المنظمات نفسها، بطبيعة الحال الأطراف السياسية لكل طرف سياسي وجهة نظره، خاصة أنه نحن نتحدث مثلا عن جماعة مسلحة لا تؤمن إلا بالسلاح وبتوجيه الأوامر، لكن في النهاية المنظمات الدولية العاملة في الميدان هي التي قادرة يعني على يعني تحديد أو توجيه المساعدات بالشكل المناسب. لكنها للأسف خلال متابعتنا خلال الفترة الماضية كانت تتغاضى عن كثير من الممارسات، لأنها لا تريد أن يعني تشعر المانحين لهذه الأموال بأنها فشلت في إيصال هذه المساعدات. يعني على سبيل المثال التعز محاصرة منذ يعني سنتين تقريبا، هناك كثير من المساعدات تقرصنت عليها جماعة الحوثي واستحوذت عليها، لكن المنظمات عادة لا تستنكر مثل هذه العمليات بشكل مباشر. نعم عند هذه النقطة أستاذ همدان، يعني العديد من المنظمات وربما على رأسها الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي وكثير من البرامج التابعة للأمم المتحدة منعت أكثر من مرة من إيصال المساعدات لجميع الأطراف وتوزيعها بعدالة ورحلت للطرف الآخر. لما لا تفصح عن الأسباب؟ هل فقط تخوفها من المانحين أم يعني نحن في كل مرة نسألهم يردون بأن يعني نحن جهة لسنا بجهة سياسية ولسنا مخولون بالرد، هل هذا منطق يعني يقبل؟ هذا تهرب من المسؤولية، هذا تهرب من المسؤولية ولا يعفيها يعني هذه الإجابة لا تعفي هذه المنظمات. الدول المانحة التي تقدم أموال طائلة لليمنيين لمساعدة اليمنيين تقدمها وهي تعتقد بأن هذه الأموال وكل دولار يسلم أو يورو يذهب إلى جائع في سواء في الحديدة أو في تعز أو في عدن أو في أي مكان أو في صعدة أيضا. لكن الذي يحدث للأسف أن هذه الأموال وهذه المساعدات توجه بشكل مكثف إلى مناطق معينة، ربما أحيانا بالرغم أنه كل اليمنيين بحاجة إلى مساعدات في هذه الظروف الصعبة، لكن ربما قد يكون وضعها يعني أقل سوءا من بعض المناطق، مثلا في تعز ولا في الساحل التهامي في الحديدة وفي حجة، وبالتالي تقع المسؤولية بدرجة أساسية على الـ يعني على المنظمات الدولية أساسا وليس على الأطراف السياسية. على المنظمات أن توجه يعني إصبع الاتهام على الطرف السياسي المعرقل. إذا كانت الحكومة الشرعية هي التي تعرقل وصول المساعدات فلتقل بكل صراحة هذه الحكومة تمنع الرغيف من يعني عن شعبها. إذا كانت جماعة الحوثي هي المسؤولة عن ذلك فلتتحدث. يعني أنا أعتقد أنه نسبة الوعي عند الناس بدأت تزداد في هذا الملف. يعني قبل أشهر لم يكن
يعني كانت هناك تصل الأموال بشكل يعني مستمر، لكن لم يكن هناك من يتحدث عن هذه الإشكالية، لكن الناس باتوا يرون في يعني أمام أعينهم تلك الممارسات التي تمارسها جماعات الحوثي، وذلك النهب لهذه الأموال واستغلال هذه ما يسمى بالمجهود الحربي أو بيعها في السوق السوداء أو توزيعها للمنظمات المحلية يعني التي أنشئت حديثا وهي تابعة لجماعة الحوثي. يشاهدون هذه الممارسات بشكل مستمر، ولكن ليس هناك موقف يعني حازم في هذا الجانب. بالتالي من حق الناس أن يحتجوا. أنا أعطيك مثال بسيط. اليوم صباحا أعلن البنك الدولي أنه قدم بفترة 816 مليون دولار يعني مساعدة اليمن. لم يكن هناك أي يعني ردة فعل احتجاج، يعني وإن كان هناك ملاحظات على البنك الدولي، وإن كان هذا نصف جزء من هذه الأموال جزء كبير سيتم تنفيذ بواسطة مشاريع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولكن الناس تعاملوا مع الرقم والخبر بشكل عادي جدا. لا، لماذا؟ لأن يعني عادة في أعمال وإن كان هناك فارق ما بين الـ يعني نوعية الدعم، هذا الدعم مقدم يعني المشاريع التنموية، وهذا دعم مقدم أيضا يعني أو المنظمات لها تتلقى الدعم من أجل مساعدة الإنسانية العاجلة، ولكن هناك شبه ربا أو شبه يعني تعامل بإيجابية مع المساعدات اللي تصل إلى منظمات أو جهات أو مؤسسات دولية معينة، لأنها يعني عادة لا يعني لا يظهر هذا التواطؤ مع يعني الجماعات المسلحة، ولكن نعم عندما في نفس اليوم نعم أستاذ همدان، يعني أنا أود أن أسألك، ما الذي سيسهمه الضغط الرأي العام على هذه المنظمات؟ يعني في نهاية الأمر ما هو الحل؟ يعني إذا كانت المنظمات هي من تقول أنها ستستطيع إيصال يعني هذه المعونات، المؤتمر جاء بناء الاستجابة وترتيب من الأمم المتحدة، هل الحل أن تسلم هذه المعونات للحكومة؟ فبالتالي سيظهر ألف سؤال وسؤال أيضا، لمن يفترض أن تسلم؟ أنا لا أفضل أن أسلم إلى الحكومة، هذه مهمة المنظمات بشكل عام، لكن أنا أطالب المنظمات الدولية بأن تكون شفافة مع المجتمع اليمني. هذه الأموال أصبحت من أموال عامة، بمجرد ما تم التبرع بها إلى الشعب اليمني فقط أصبحت أموال عامة، ومن حقنا كيمنيين أن نعرف أين يذهب كل دولار فيها. يجب أن تفصح أولا على يعني قدر الموازنة التشغيلية وكيف تم تسليمها. يعني هناك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة. أنا أعطيك مثال بسيط. يعني قبل سنوات، طبعا قبل الحرب بكم سنة هكذا، يعني أظهرت نتائج مسح نفذه البنك الدولي حول النفقات التشغيلية، رواتب وأجور سفر وتدريب وإقامة وسيارات ووقود وحماية وأمنية الموظفين وغيرها. يعني تمت المقارنة بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي. الأمم المتحدة يعني أو البرنامج الإنمائي اتضح أن المصاريف أو التكاليف التشغيلية يعني في حدود 40% من موازنة المنظمة، بينما مثلا في الصندوق الاجتماعي في حدود 5%، فارق مهول. بالتالي نحن بحاجة إلى أن توضح لنا المنظمات الدولية أين تذهب هذه الأموال بالضبط. من حقنا، نحن لا نقول أنها نعم، لكن إذا كانت تصرف بهذا العبث أستاذ همدان، يعني ربع المبلغ ربما، إن يعني تحدثني عن 40% أيضا، هذا يعني قريب من النصف كنفقات تشغيلية بسبب الحرب، بسبب ظروف الحرب تزداد بسبب الظروف الأمنية. صحيح، تحتاج بعض التكاليف. نعم نعم، يعني ودائما يعني هي ليس فقط في اليمن، هناك علامة استفهام كبيرة على هذه المنظمات في أدائها، كيف أنه يذهب مبلغ كبير للنفقات التشغيلية، للبروشورات، للطباعة، للدعاية، للبروموهات وما إلى ذلك. إذا ما هو الحل؟ يعني إذا كان الاحتياج لم أو المؤتمر لم يلبي إلا 14% من الاحتياج، والمبلغ هزيل جدا مقارنة بهذا الاحتياج، إذا كان ربعه أو ما يقارب ثلثه سيذهب للنفقات التشغيلية، يعني ما الذي سيستفيده اليمنيين إذن؟ أنا أعتقد أن اليمنيين بحاجة اليوم لتكتل مجتمعي
تنظيم عملية يعني مطالبة المنظمات الدولية تحديدا بالشفافية أو التعامل بالشفافية. الإشكالية اليوم ليست فقط أنه المنظمات هذه تأخذ جزء من هذه التبرعات التي مخصصة لبيع اليمن لصالح المتكالب التشغيلية. هناك ما هو يعني أسوأ، يعني المنظمات أحيانا تفشل في توصيل هذه المساعدات. يعني هل تعتقدين أن المنظمة الدولية الآن نجحت في إيصال المساعدات للحديدة المحاصرة؟ وكم قد أوصلت؟ وكم هي المساعدات التي تم نهبها خلال السنتين الماضيتين أو عجزت عن إيصالها؟ وكم عدد الضحايا الذين ماتوا حتى من عدم وجود الأكسجين، واضطرت منظمة الصحة العالمية لتهريبها بشكل يعني باعتمادها على مهربين. أقصد أنه المنظمات اليوم فقط لا تعبث بهذه الأموال بسبب التكاليف التشغيلية المرتفعة، وإنما يعني تعجز في إيصال المساعدات، وبالتالي هي بحاجة إلى أن تعالج هذه الإشكالية بالشفافية مع المواطن اليمني ومع العالم ومع المانح. يعني أن توضح بالضبط أين يذهب كل دولار، وأن توضح في الجهة الأخرى من يعرقل عملية إدخال المساعدات. حاليا أنا أعتقد أنه ليس يعني من الصعب الاعتماد على منظمات محلية إلا إذا كان هناك أسماء معروفة بشريطة أنه أن يكون هناك آلية واضحة لأن تكون هذه المنظمات شفافة، سلمتنا مبلغ كذا وكذا وكذا وصرفناه في كذا. يعني يجب أن يكون هناك شفافية واضحة، وهذا هو الحل الوحيد. نعم، وأيضا أستاذ همدان، من المخول بضبط عملية النفقات التشغيلية، يعني على الأقل لا تتجاوز يعني 10%، يعني كأجور رواتب وصرفيات وما إلى ذلك؟ يعني المبلغ الذي يقدم يستنزف جله لهذه النفقات التشغيلية، من المخول بضبط هذه العملية برأيك؟ أنا أعتقد أنه الجهات المنظومة مكافحة الفساد والجهات الرقابية في الدولة هي التي يجب أن تقوم بعملية الرقابة على هذه الأموال. لماذا؟ لأن هذه الأموال تندرج من ضمن الأموال العامة، وبالتالي هي مسؤولية الدولة أن تقوم بعملية الرقابة. يجب على الحكومة اليمنية أن تضغط على المنظمة الدولية بأن تكون شفافة مع الحكومة ومع المجتمع اليمني، وبهذا الشكل ربما ستزول كثير من الإشكاليات. يعني عملية الاحتجاج الرسمي الذي الآن نراها في مواقع التواصل الاجتماعي كانعكاس يعني الانتعاض الشعبي في اليمن وخارج اليمن، من ومخاوفهم التي يعني يظهرونها من عدم قدرة المنظمات الدولية في إيصال هذه المساعدات، ستزول في حال وجدت آلية يعني لإظهار يعني لتوضيح ما تم أخذه من الدول المانحة وما تم صرفه بشكل شفاف. وأعتقد أنه الذي قادر أن يرغم أو يقنع المنظمات الدولية على أن تتعامل بشفافية مع المجتمع اليمني هي الحكومة اليمنية. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ همدان. تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة ريم رند المسؤول الإعلامي من القاهرة. مساء الخير سيدة ريم. ريم ندى. نعم، إذا مرحبا بك أستاذة ريم. بداية أستاذة، يعني نود أن نسألك، يعني مؤتمر المانحين اليوم ما الذي سيشكله بالنسبة لكم وأنتم يعني في برنامج الغذاء العالمي؟ ربما كان احتياجكم قبل فترة حسب النداء الذي أطلقتموه 1,200,000,000 دولار. نعم، هو اليوم مؤتمر المانحين أسفر عن تبرعات بلغت مجموعها 1,100,000,000 دولار أمريكي لكل المنظمات الإنسانية العاملة على الأزمة اليمنية. بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، برنامج الأغذية العالمي على مدار 12 شهر القادمين يحتاج إلى هذا المبلغ، إلى أكثر منه في الحقيقة، إلى 1,200,000,000 دولار. طبعا يعني نتوجه بالشكر إلى الدول المانحة التي ساهمت في حاليا في منع توقف تقديم المساعدات في اليمن. فبرنامج الأغذية العالمي كان ينقص حتى شهر أكتوبر
القادم قرابة 450 مليون دولار أمريكي حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه 9 ملايين شخص في اليمن. نعم. وهم من الفئات الأضعف والأكثر احتياجا. نعم. طبعا نحن نأمل في استكمال الدعم لليمن حتى نستطيع التغلب على الأزمة الراهنة، فالأزمة اليمنية هي من أسوأ الأزمات التي تمر بالعالم حاليا. نعم، إذن فيما يتعلق بخارطة الاحتياج أستاذة ريم في جميع المناطق اليمنية، هل تضع المنظمات الدولية هذا الأمر بعين الاعتبار؟ لم أفهم السؤال، خارطة الاحتياج من نعم خارطة الاحتياج يعني في جميع المناطق اليمنية، يعني المناطق المتضررة المحتاجة أكثر بحسب الأرقام التي ذكرتها، أم أن المسألة تقتصر على ما تستطيعون إيصاله؟ لا طبعا، برنامج الأغذية العالمي يولي الأولوية إلى الأشخاص الأكثر تضررا في المناطق الأكثر تضررا والأكثر احتياجا، خاصة تعز، الحديدة، حجة، المناطق التي الجوف أيضا، المناطق التي تعاني بصفة خاصة من نقص الغذاء وبها حالات من سوء التغذية لدى الأطفال، سوء التغذية المتوسط الذي يعنى به برنامج الأغذية العالمي. فبرنامج الأغذية العالمي يعني من شأنه تقديم مساعدات لأكثر من مليوني طفل حتى نستطيع منع ومعالجة سوء التغذية المتوسط حتى لا يصل بهم الحال إلى سوء التغذية الحاد وهو غير قابل للعلاج. الآن يمكن إنقاذ مئات الآلاف من الأطفال والأرواح والنساء والرجال في اليمن من الوقوع في براثن الجوع أكثر مما هو الحال حاليا. نعم أستاذة ريم، توجه عادة يعني بعض التساؤلات للمنظمات العاملة في مجال الأغذية وفي مجال أيضا المساعدات الإنسانية كافة بأنها يعني تستنزف جزء كبير من المبالغ الممنوحة للبلد كنفقات تشغيلية قد تصل إلى 40% من يعني المبلغ المقدم، ما رأيك؟ النفقات التشغيل التي يعني بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي نفقات التشغيل هي أقل من 10% من الميزانية لأي بلد نعمل بها، وهي من أقل نسب التشغيل، هي يمكن أن تكون 7%. ففي اليمن نحن نوجه كل المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا، حتى يعني في بعض المناطق نحن نعمل على توفير المساعدات من خلال القسائم الغذائية لحوالي 1 مليون شخص، والقسائم الغذائية هي توفر في الوقت وأيضا توفر في تكاليف النقل كثيرا، فبالتالي يعني هذا غير وارد بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي. ماذا عن الشفافية أستاذة ريم؟ يعني الرأي العام يتساءل يعني عن ضرورة الشفافية مع المجتمع اليمني من خلال المبالغ المقدمة، وأين وزعت بالضبط؟ برنامج الأغذية العالمي يصدر شهريا أو بصفة نصف شهرية تقرير عن الأرقام، أرقام الأشخاص الذين وصلت إليهم المساعدات، وكذلك تقرير عن المناطق التي تم توصيل المساعدات بها. هناك أطراف ثالثة تعمل على متابعة سير التوزيع ومتابعة عمليات التوزيع والإنفاق. هناك تقارير بالإنفاق للدول المانحة. أيضا هناك خط ساخن للمستفيدين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي يتلقى أكثر من 2000 اتصال شهريا. فبرنامج الأغذية العالمي يعني يعمل على أن يكون متاح لكل الأشخاص في اليمن التواصل معه
يعني تبيين الاحتياجات، الشكاوى، كل هذه الأشياء. نعم، أنقل إليك أستاذ ريم أيضا بعض التساؤلات الناس، يعني أن المنظمات حين لا تستطيع الوصول إلى جهة معينة لإيصال هذه المساعدات بحسب احتياجها، لا توضح من هو السبب في إعاقة الإيصال خشية عدم إشعار المانحين بفشل المنظمة لأجل وصول المساعدات. أيضا مسألة أن يعني نجد كثير من مواد الإغاثة تباع لدى التجار وعليها يعني بأنها توزع مجانا أو عليها شعارات بعض منظمات الأمم المتحدة. نحن لم نرى في اليمن أن المساعدات توزع أو تباع. نحن لم نتعرض لسلب أو نهب في اليمن. كذلك بالنسبة للمناطق التي لا يستطيع الوصول إليها برنامج الأغذية العالمي، نحن شفافين بخصوص صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وفي بعض المناطق لجأنا إلى القسائم الغذائية حتى نستطيع الوصول إلى بعض المناطق الصعبة التي هناك بها أسواق يستطيع الناس الذهاب إليها، ولكن لا يستطيعون بسبب شراء الأغذية التي يحتاجونها بسبب ضيق ذات اليد. بالنسبة إلى أننا يعني لا نوضح الحقيقة، هذا غير وارد، لأنه كما ذكرت هناك طرف ثالث موضوعي يراقب عمل برنامج الأغذية العالمي. بالنسبة للمناطق التي لا نستطيع الوصول إليها، من هو الطرف الثالث أستاذ ريم؟ هو طرف ثالث موضوعي، يعني أنا لا يعني أنا مش عارفة الاسم تحديدا، ولكن هو هناك مراقبين على عمل برنامج الأغذية العالمي وعلى عمل شركائنا أيضا، فنحن في مشاركة مع المجتمع المدني اليمني الذي ينفذ عمليات التوزيع. نحن لا ننفذ عمليات التوزيع بأنفسنا، هناك مشاركة كبيرة من المنظمات المجتمع المدني في اليمن، فنحن لنا شركاء، نحن لا نعمل بمفرد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيد ريم ندى المسؤول الإعلامي لبرامج الأغذية العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ همدان. أستاذ همدان، يعني تحدثت الأستاذ ريم على أكثر من نقطة، أضع لك مثلا مسألة التقارير التفصيلية التي يقدمها مثلا برنامج الغذاء العالمي وهو أحد برامج الأمم المتحدة، شهريا ينزل بتقارير مفصلة بالأرقام وبالجهات التي تم تسليمها، ويعني كإفراغ عهدة كما تفضلت الأستاذة ريم، ما رأيك؟ يعني في الحقيقة هي تحدث يعني عن أمور كثيرة ولم تجيب بشكل واضح عن بعض الجوانب. بالنسبة للتقارير، يعني أنا لم أطلع على تقارير مفصلة، يعني أين ذهبت المساعدات والكميات وعن طريق من ولمن سلمت هذه المساعدات، يعني هل سلمت بشكل مباشر من قبل المنظمة وإنما سلمت المنظمة تم إنشائها حديثا أو لقيادات يعني قيادات مثلا قبلية معينة. يعني السنة الماضية يعني كان مشايخ قبليين في بعض مناطق عمران هم الذين يسلمون يعني المساعدات الغذائية لبعض السكان ويوزعوها بحسب القرابة بصلة القرابة، والناس يموتون في الحديدة وفي سواحل الحجة وتعز. هذه جزئية. الجزئية الأخرى نعم، لماذا لا توصل يعني الغذاء العالمي؟ نعم، التقارير التي اطلعت عليها أستاذ همدان هل يعني بها شائبة حسب ما تحدثت، وهل هي تابعة لبرنامج الغذاء العالمي؟ هو نطلع بين الفترة والأخرى لتقارير عامة، بين الفترة والأخرى يصدرون بيانات يعني بيانات بعد تنفيذ أي عملية مثلا، أو بيانات تتحدث عن تحذير بوجود محتاجين بأرقام معينة، ويتبع ذلك توضيح بكم سلموا أو كم المساعدات التي قدموها بشكل إجمالي، لكن ليس هناك فيها أي تفصيل
يعني عن مصير هذه، من سلموها وما هي المناطق تحديدا؟ الامر ليس واضح، مش واضح ايضا ليس واضح. الامر المهم انه الامر المهم انه يعني ليس هناك طرف ثالث، يعني لم نعرف عن الطرف الثالث هذا الذي يقوم بعمليه الرقابه، حتى المانح حتى المانحين والذي كانوا يعني من المفترض ان يحددوا العدد يعني مبلغ او قدر المصاريف التشغيليه ويحددوا بعض التفاصيل ويقوموا بعمليه رقابيه لا يقومون بدورهم بشكل المطلوب او لا يستطيعون بالقيام بذلك. منظمه الغذاء العالميه كنت اريد ان احدثها عن الجانب هذا بحيث انه يعني في تفاصيل كثيره نريد ان نتحدث فيها. برنامج الغذاء العالمي يعني ثلاث حالات سابقه يعني كشف عن السياد يعني شحنات قمح فاسد ومنتهي الصلاحيه، يعني هذا اكثر من مره، لكن هل تمت محاسبه المسؤول عن هذه العمليات؟ ما الذي حدث بعد الكشف عن هذه القضايا؟ يعني الدور الرقابي المجتمعي، الخلاصه والشاهد في الموضوع انه الدور الرقابي في عمليه المنظمات مفقود وغير موجود. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الصحفي همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان من جنيف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا وسهلا أختي العزيز. أهلا بك. بداية أستاذ محمد، يعني ما الذي لمسته من خلال متابعتك لوقائع المؤتمر في جنيف؟ في الحقيقة يعني جاءت الحكومة اليمنية بوفد رفيع المستوى برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر إلى جنيف، وهي تحمل الكثير من الرجاء في أن يتفهم العالم حجم المأساة الإنسانية وأن يتفاعل إيجابيا من خلال الدعم السخي تجاه هذه الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها ميليشيات صالح والحوثي للشعب اليمني طوال عامين. والحمد لله كان هناك تجاوبا فاق توقعاتنا للأمانة بحجم الدعم وسرعته، ومن أطراف لم تكن من قبل معنية بالملف اليمني، إنما وجدنا الكثير من الاهتمام بهذا الملف، وتم إعطاء صورة واضحة عن طبيعة المشكلة اليمنية والأزمة وأسبابها التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، والذي هي الانقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على العملية السياسية في اليمن. ثم تحدث في كلمته دولة رئيس الوزراء عن طبيعة السلام المأمون من قبل الحكومة اليمنية والتي نترجاه اليوم قبل غد، سلام القائم على أسس ثابتة، على مرجعيات ثابتة يتوافق عليها العالم والإقليم والشعب اليمني، متمثلة ب مخرجات الحوار الوطني والموادة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 22/16. نعم دكتور، الصورة التي وصلتنا والتي أوصلناها إلى مؤتمر جنيف. نعم دكتور محمد، يعني هل تجدون أنتم في الحكومة أن هذه المبالغ التي قدمت يعني مرضية بحجم يعني مقارنة بحجم الاحتياج؟ هي ليست مرضية ولن ترضينا، لأن المأساة والمشكلة كبيرة جدا، لكن أن نتكلم عن 1,100,000,000 في يوم واحد يتم جمعه، فهذا إنجاز كبير جدا. الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي تحدث أن الأمم المتحدة يمكن لها البناء على هذا الدعم الذي تم الالتزام به اليوم وتحقيق المبلغ المأمول خلال طوال السنة الجارية بكل سهولة إن شاء الله. نعم. لذلك هذا برغم طموحاتنا وأملنا الكبيرة، إلا أن هذا الذي وصلنا له نجاح كبير، يعتبر كبير للغاية. نعم، إذا يعني هل هناك ضمانات لوصول هذه المبالغ للشعب اليمني المحتاج فعلا دون فساد، دون استقطاعات، دون يعني صفقات يعني فاسدة كمواد غذائية منتهية الصلاحية، بيعها للتجار، ما إلى ذلك من الأمور التي ربما تعونها جيدا؟ الأمم المتحدة لديها خبرة واسعة في المجال في مسألة الإغاثة الإنسانية والدعم الإنساني والاستجابة الإنسانية للأزمات أثناء النزاعات المسلحة، وهناك معايير لاختيار المنظمات المنفذة المحلية وكذلك اختيار
السلع والاشياء التي يتم، لكن حتى يعني الان في كثير من الاشكاليات التي تدور حولها، خصوصا المنظمات العامله مع الامم المتحده، عدم يعني افصاحها عن المعرقل لوصول المواد المساعدات للجهات جميعا، هناك فساد يعني كاغذيه منتهيه يعني ضبطت وزعت للناس وهي منتهيه، ايضا مساله الشركاء المحليين الذين ربما يعني يقومون ببيع هذه المواد وعدم متابعه المساله، كثير من النقاط والاسئله تدور حول المنظمات. بالرغم من بعض ملاحظاتنا ومآخذنا على طريقة عمل وعلى أداء مكتب المنسقية الشؤون الإنسانية في اليمن، إلا أننا في الحقيقة نشكر الأمم المتحدة على جهودها الكبيرة وعلى تنظيمها لهذا المؤتمر بالتعاون مع سويسرا والسويد. من حيث المبدأ نحن على اتفاق أن هناك أزمة إنسانية ويجب استجابة لها، تقدموا مشكورين بهذا المؤتمر ونحن شاركنا على بوقت رفيع المستوى فيه. قد تكون هناك بعض الملاحظات، من لا يعمل لا يخطئ، لكن أي عمل يصاحبه بعض الإخفاقات وبعض الملاحظات قدمناها بشكل رسمي، لكن من حيث الإطار العام نحن لا بديل لنا عن دعم الأمم المتحدة. نعم، إذن هل كررتم طلبكم دكتور محمد لهذه المنظمات بالعمل من عدن؟ بكل تأكيد طرح هذا الأمر دولة رئيس الوزراء اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع كافة المسؤولين المعنيين. النقطة المركزية هي أهمية، وقد صنفت عدن الآن كمنطقة آمنة لعمل منظمات الأمم المتحدة، فما هو المبرر لبقاء المكاتب الرئيسية في صنعاء المحتلة؟ يجب نقل هذه المراكز باعتبار أن العاصمة المؤقتة عدن هي رمز السيادة وعنوان الحكومة اليمنية التي يجب أن تتعامل معها المنظمات الدولية، ولهذا نحن نصر بلا كلل من أجل استكمال عملية النقل. هم يتحدثون عن توسيع المكاتب في عدن، لكننا نطالبهم بالنقل مع بقاء فروع لكافة المحافظات وكذلك في العاصمة صنعاء بقاء فروع، لا ندعو إلى إزالتها كليا، من أجل تقديم المساعدات لمن يحتاجها وهم كثر في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. لذلك نعم دكتور، قد تكون هناك بعض التباينات في الأداء بينه وبين الأمم المتحدة، لكن حيث المبدأ نحن متفقون على أهمية. نعم، دعني يعني أستغل وجودك دكتور محمد في نهاية الوقت ونتحدث عن نقطة أخيرة ربما بعيدة عن مسألة مؤتمر، يعني في المؤتمر ولكن ليس في مسألة المانحين. الصليب الأحمر طالب في المؤتمر الإفراج الفوري عن المعتقلين، ما مساحة هذا الملف في مؤتمر اليوم، وهل هناك خطوات عملية سيقومون يعني باتباعها؟ نحن نضغط بقوة ونحاول إشراك الأمم المتحدة وكذلك الصليب الأحمر، وتلتقي شخصيا مع نائب رئيس الصليب الأحمر، وحملنا لها هموم وتساؤلات ورجاء الأسر، أسر المختطفين والمعتقلين، وقدمنا التساؤلات والأسئلة ووعدونا بتقديم الإجابات في أقرب وقت ممكن. هم يشكون من تعنت هذه الميليشيات وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني، هم يؤكدون لنا ذلك، ونحن نتمنى أن يصلوا بالحد الأدنى يعني من حقوق هؤلاء المختطفين والمعتقلين، على الأقل يعني يدرك ويعرف أذويهم ما هو مصيرهم، كيف مستوى صحتهم ومعاملتهم في هذه الفترة المظلمة من التاريخ اليمني التي سيطرت عليها ميليشيات لا ترقب في اليمنيين إلا ولا ذمة، ولا تحترم أي مواثيق دولية ولا حتى القانون الدولي الإنساني التي تعرفت عليها جميع دول العالم في هذا العصر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.